على بركة الله مشاهدينا الكرام. قضية سيف الدين ما بغاش السالي كأنه ما ساخيش بالدنيا، الله يرحمه السالي ضيقة القبور. مرة أخرى غنعود نقولوها، الشهادات لدي الأصدقاء لدي الأقارب لدي الجيران اللي كيعرفوا كل شيء كتشهد لي بأنه كان إنسان شهم، ما تيبغيش الظلم، ما تيبغيش اللي يتكرفص على شي واحد، وخصوصا ملي كتكون القضية فيها مرأة. معنا واحد الشاب اللي هو ماشي صاحبه، هو راه ما عندوش الصحاب، عنده الخوت. أن هادشي اللي كنشوفوه داروا أكثر من داكشي اللي دار خالد. خالد راه صابر لأن خصو يوقف في نار خوه، ولكن صحابه راه منهارين. معنا سعد اللي إن شاء الله غادي يرزقو ربي. سعد سيف الدين راه ما ماتش. سيف الدين هو راه كاين، كاين راه حامل ولدي دابا 5 أيام تيقول لي نسميه سيف الدين. هو قال لي هو اللي كان كيقول هو محمد، هو ناقص هو يقول لي غنولد غنسميه محمد. هاد لقيته مع ديك العشرة ديال الليل وي ميزيلي، قال لي لعب، قال لي بابو بكر ديك الساعة في المحل ميزيلي شوية يقول لي بغيت ليمونة من الشجرة ويهز الشطابة ويضربها ويجبدها لي. كيجي عندي كيدير لي بحال ما كان، يقول لي تيقول لك غتولد وليد وسميه على سميه. ولا هنا هذا قال لي نسميه عليه، هذا قال لي نسميه على سيف الدين. على سيف الدين هو واه هو ولده، ولده ولد سعد الصغير كيموت على سيف الدين. سيف الدين ومني مات سيف الدين ويقول لي ماما مني تولد سميه سيف الدين. 5 أيام قبل ما يموت، 5 أيام آخر سيف الدين ماشي معدي، وأنا هو آخر واحد دو معايا، آخر أبيل وآخر فوكالات جوج، ها مرة عندي ولا سمعت بنادم هاد الفوكالات، راه بنادم هذيك المرة راه ما غاديش، راه كاع عندنا العيالات فهمتي. قال لي يا سعد أنا دابا راه طالع لي الدم ومهرس لي الفران ديال الموتور، راه باغي نمشي للبطوار باغي نتعشى. يعني كان غادي يتعشى. غادي يتعشى كياكل تقالية، وجبد لك دابا فيديوهات قدام كنمشيو البطوار ديما يوميا، ماشي هو غير اول نهار غادي نمشيو البطوار. ها هو ابخي مني مشى عاود عيط لك. مني مشى قتل نفسا بغير حق كانما قتل الناس جميعا. ربي والله تا غيشرشمو اكيد الله يشرشمو. ورجال وكاع اللي كيعرفني وكيعرف سيف الدين وكيتفرج الله يرحمه ولدي. رجال الامن، رجال الامن اللي بغاو يمشيو يسولوا ويشوفوا هذاك السكويري، واحد من بطوار سميتو السكويري، عنده كاميرات عنده كل شيء. يوميا كنمشيو نتعشاو تما وكنطلعوا. راه كل شيء عارف الناس كيعرفون العساسه، كل شيء عارف ان سيف الدين راه كان كيتعشى. كنتعشاو وكنطلعوا من تمايا، ما كاينش تناديو حتى شي واحد وما كيأذينا حتى شي واحد. هذاك النار شوف اي واحد غتضربوا النفس على دريه غتبان لك كتكريسها دريه، واش ما غاتوقفش؟ ما غاتهزش شي حاجه ما عرفتش القصه وغاتبدا دير. هو بغى يتدخل الاخر بشي كلمه وكيكونوا في الدار متكيين ناعسين وكيسمع الغوت في الزنقه كيهبط ما كيبغيش الحكم، ما كيبغيش ما كيطلش، لا ما الجيران ما قدامك سولي لا ما ندوم كلشي خواتات. علاش؟ حيت عنده خشو، حيت عنده خشو وعنده عندنا شي خواتات تا هو كضربوا النفس هاد الدريات، كضربوا النفس هاد الدراري. تعدى على خواتاته ما غيبغيش يتعدى على الناس. عزازين على الكبار الصغار اي واحد سولي عيالات رجاله كلشي كلشي كيدعي معاه كلشي كيدعي معاه. انت حضرتي كلشي في الخزا، حضرتي النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث، انت تقول انت حاضر انت تشوف كلشي. دابا سيف الدين انا نعرق عليه مشكل مع مرتي ياك هاي عقلتي جا هو حليمه كيجري انا عند العدول هو يقلب لي البيرو ويشد ليه ويقطع لي الوراق باش هذا ما يطلقش مرتك. انا وسبحان الله دابا راه كملات العلاقه، كملات العلاقه وهي حامله عاود شي تسمى سيف الدين. الله يكمل عليك الله ياخذها. انا ما كنقولش انا ما باغيش نشوف الدراري، حنا كاع امه محمد، ولكن باغي حنايا الله ياخذ الحق. دابا انت ساعد اش غادير؟ غتهلا في وليداتك ولاد زاد سيف الدين ان شاء الله تهلا فيه وتربيه تربيه حسنه ان شاء الله، باش حتى هو ان شاء الله يكون شي كيما غيترزق. والله والديه هما اللي على الهضره اللي تيقولوا ديال الكذوب، ربي هو اللي غيزازيهم وغيخلصهم على هذيك الهضره اللي كيقولوا ما كايناش. وربي شوف عام عامين وربي غيبين البرهان ديالهم وما ولكن من دوات راه ما كاينش المساعده. سعاد رشنا سيده طيبه، سيده طيبه سعاد كانت تقول لها ما تجبدوش ليا اللي قالت الله يسامح، ولكن باش خرج باش خرج كذا لاعب الحرقه انت كتقولي لا شوفوا هذاك اللي وصلك واحد الكلمه هذاك الشيء راه بينا من دارنا ولا من دارهم. هذاك الشيء راه انترفيو نمشي نشوفهم انترفيو جيتو عندنا راه شفتي شحال ديال الناس وشفتي شحال ديال عباد الله وشفتي بلا شوف وكاع ما مخسورينش والحمد لله والدينا مضافة الوالد خدام بلا ما نعاود لك انا نجبد لك شي حوايج. اما هذاك الشيء شوف هذاك الشيء خالد الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه انت اللي بقيت الله يرحمه والله ياخذ فيهم الحق والله ياخذ فيهم الحق. امه هذاك الدري والله ما نسمحوا لها لا الدنيا لا الاخره. هذيك الهضره اللي قالت هذيك الهضره اللي قالت والله ما نسمحوا لها بالله. يومين وجي عزي خالد انا نوصيك وليدي دابا انت اللي بقيتي راجل عند ميتك سخلك حتى
التفه وكل عام. وحنا والدينا رباونا واحد التربيه، حنا وخا نضربوا ولاد الزنقه كنطلعوا ظالم ولا مظلوم كناكلوا عصا. حنا تيقولوا لنا والدينا من صغرنا شي مره كبيره هز معاها راجل كبير عاونوا، حنا مربين على هذا الشيء ما نقدوش نديروا هذا الشيء ديال السفره ودير هذا الشيء. حنا خدامين الحمد لله ودايرين سونطراج وقراونا ورباونا وتعذبوا علينا، ما نقدروش نسخسخوهم في هذا الشيء ونديروا لهم حنا هذا الشيء. والله ياخذ فيهم الحق، والله يرحمه. تبتوا عند السؤال في هذا النهار هذا، وربي راه كبير، اي واحد كذب ولا قال شي حاجه ماشي تالين هو المحامي، ربي هو الوكيل، راه اي واحد تادي نملة غير اديك الله. اكيد هذاك الشيء حنا راه عارفين. نختم معكم مشاهدينا الكرام الى لقاء في بث اخر باذن الله. خالد نمشيو ولا عند 12.